سيكشف النقاب بعد قليل في مدينة جنيف السويسرية عن اسم البلد المنظم ليورو 2016 من بين ثلاث دول هي فرنسا، تركيا وإيطاليا. تنتظر فرنسا ومعها إيطاليا وتركيا بلهفة نتائج تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي سيحدد البلد المنظم لنهائيات بطولة أمم أوروبا عام 2016. فرنسا صاحبة الملف الأقوى والحظ الأوفر، والتي استضافت نهائيات البطولة الأوروبية عام 84 ونهائيات كأس العالم عام 98 بأناقة وتميز، قدمت ملفا جاهزا وخبرة متراكمة في تنظيم البطولات الدولية، ملاعب متميزة ووعود حكومية باستثمار 100 مليون يورو في تطوير الملاعب وبناء ملاعب جديدة. ربما بالنظر للتسهيلات مثل التنقل والثقافة وكل الأشياء التي يمكن أن تقدمها للناس الذين يتنقلون إلينا، أظن أنه من المهم جدا ألا نكتفي بتقديم مباريات الكرة فقط، ولكن أكثر من ذلك، وبصراحة البلدان الثلاثة يمكنها تقديم ذلك. إيطاليا تعتمد على تعاطف المصوتين في اللجنة التنفيذية، فالبلد الذي استضاف أمم أوروبا عامي 68 و80 ونهائيات كأس العالم عام 90 كان فشل في استضافة نهائيات عام 2012. إيطاليا أعادت تقديم نفس الملف لاستضافة 2016. إيطاليا تملك البنية التحتية اللازمة، غير أن خشية الاتحاد الأوروبي من أعمال الشغب التي تزايدت مؤخرا في الملاعب الإيطالية قد يكون النقطة السوداء التي تخفي الملف بمجمله. أعتقد أن إيطاليا قد اتخذت التدابير اللازمة من أجل التصدي للعنصرية. ما فعلناه في الماضي وما سنفعله في المستقبل هو عزل هذه الأقليات التي تخلق المشاكل. أما تركيا الحلقة الأضعف بين الكبيرين، فهي لم تستضف من قبل أي بطولة دولية في كرة القدم، ولا تملك البنية التحتية اللازمة، وعليها أن تبني من العدم 7 ملاعب من أصل 9 لابد منها لاستضافة النهائيات. تركيا لديها نقاط قوة في موقعها الجغرافي ومراهنة الاتحاد الأوروبي على أن استضافة تركيا للبطولة سيطور اللعبة في بلاد أتاتورك. الملاعب الجديدة التي سنبنيها مهمة للغاية لمستقبل كرة القدم في تركيا، ملاعب جميلة وسترون ذلك، ستكون الملاعب الأحدث في كل أوروبا. الاتحاد الأوروبي الذي يعاني الأمرين من عثرات ملف 2012 في أوكرانيا وبولندا يصوت يوم الجمعة ليختار بين الأمان الفرنسي والقلق الإيطالي والمغامرة التركية. في أخبار المونديال الآن، وصل المنتخب الجزائري إلى العاصمة الإيرلندية دابلن، حيث يخوض اليوم مباراة ودية أمام نظيره الأيرلندي استعدادا لكأس العالم بجنوب إفريقيا. المنتخب الجزائري الذي أنهى معسكره في جنيف السويسرية لقي استقبالا كبيرا لدى وصوله مطار دابلن من قبل الجالية الجزائرية المقيمة هناك. وأكد الناخب الجزائري رباح سعدان أنه يبحث عن تقديم مباراة جيدة أمام أيرلندا برغم غياب 5 لاعبين هم مجيد بوغرة، عنتر يحيى، حسن يبدا، وكارل مجاني، وكريم مطمور. وديا وفي إطار الاستعداد للمونديال، فازت جنوب إفريقيا على كولومبيا بهدفين لواحد في مباراة أقيمت على ملعب سوكر سيتي، وكان حكم المباراة البطل الحقيقي بمنحه 3 ركلات جزاء سجل أولها أصحاب الأرض في الدقيقة 18 عن طريق تيكو موديسي. بعدها ب3 دقائق عدل الضيوف النتيجة بواسطة مورينو قبل أن يمنح كاتليجو مفيلا هدف الفوز للبافانا بافانا في الدقيقة 58. من جانبها تغلبت الدنمارك على السنغال بهدفين دون رد. كريستيان بولسن افتتح باب التسجيل لفريقه في الدقيقة 27 قبل أن يؤمن توماس إليفولتسن النتيجة في الوقت المبدد للمباراة. أما الهندوراس فتعادلت مع بيلاروسيا بهدفين لمثلهما. خوليو سيزار دي ليون وضع الهندوراس في المقدمة منذ الدقيقة 25، لكن البيلاروسي نجح في معادلة النتيجة عبر أنتون بويتيلو في الدقيقة 56. بعدها ب4 دقائق عاد اللاعب ذاته ليمنح التقدم لفريقه قبل أن يعيد خورخي ويلكوم الأمور إلى نصابها بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 71.
ما زالت لعنة الإصابة تطارد نجوم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث أعلن الاتحاد الغاني أن قائد الفريق ميكائيل إيسيان سيغيب عن المونديال. وأعلن فريق طبي مشترك من الاتحاد الغاني وفريق تشيلسي الإنجليزي أن إيسيان لن يتعافى من الإصابة بشكل تام إلا نهاية شهر يوليو تموز المقبل. وكان إيسيان قد أصيب في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في أنغولا أمام كوت ديفوار. نشرتنا ما زالت متواصلة معكم من قناة الجزيرة الرياضية في قطر وفي أيضا. بفضل سلة أرتيس في الثواني الأخيرة ليكرز على أبواب نهائي الـ NBA بعد فوز على فينيكس في المباراة الخامسة. لكن قبل ذلك نجح القطري عبد الله بن ناصر الأحمد الثاني عضو الشرف بنادي الريان القطري في إتمام صفقة شراء نادي ملقا الإسباني الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى. الصفقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الأندية الإسبانية تمنح حق الملكية لعبد الله بن ناصر بنسبة 100% نظرا لعدم وجود أي مالك أجنبي لنادي إسباني. هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة في 15 من يونيو حزيران القادم في مؤتمر صحفي سيعقد في مقر النادي. يذكر أن فريق مالاغا نجح في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز بعد تعادله مع ريال مدريد في المباراة الأخيرة من الموسم المنصرم. إلى أخبار يوم الألعاب، حيث سجل البطل الجامايكي أسافا باولا الرقم الأسرع هذا العام في سباق 100 متر ضمن لقاء جولدن سبايك في أوسترافا التشيكية. ورغم الأجواء الماطرة تمكن أسافا باولا من تسجيل رقم رائع قاطع عن المسافة ب9 ثوان و83% من الثانية. كما أثر سوء الأحوال الجوية على البطل الجامايكي الآخر يوسين بولت حامل الرقم العالمي في 100 و200 متر، ففشل في كسر رقم مايكل جونسون في 300 متصدرا أمام مواطنه جيرمين غونزاليس ليصل ثالثا البلجيكي جوناثان بورلي. Odjezdy autobusu na letiště na speciál do Prahy ve 21:30. Za 46 minut. فسلة الأمريكية تغلب لوس أنجلوس ليكرز بصعوبة على فينيكس سانز ب 103 نقاط مقابل نقطة بعد المئة في المباراة الخامسة من نهائي المنطقة الغربية. لوس أنجلوس ليكرز أنهى الربع الأول متفوقا ب 24 نقطة نظير 21. واستمر الليكرز بتفوقه في الربع الثاني ب 53 نقطة نظير 45. في الربع الثالث حاول فينيكس سانز العودة للمباراة وتقليص الفارق، لكن حضور ليكرز ونجومه أبقياه متقدما ب 78 نقطة مقابل 72 قبل أن يحتدم الصراع في اللحظات الأخيرة من المباراة. ويبقى ليكرز فارضا تقدمه بفارق نقطتين بفضل سلة أرتيست مع صافرة النهاية. تسببت الأمطار الغزيرة في تأجيل عدد كبير من مباريات اليوم الخامس ضمن بطولة رولان غاروس للتنس. قبل ذلك تأهل البريطاني أنجي موراي إلى الدور الثالث بفوز على الأرجنتيني خوان إغناسيو تشيلا بثلاث مجموعات لواحدة. في المقابل أقصي الفرنسي جيل مونفيس على يد الإيطالي فابيو فونيني بثلاث مجموعات لاثنتين. كما بلغ دور ذاته الأمريكي أندي روديك على حساب السلوفيني بلاز كافيتش بثلاث مجموعات لواحدة. بلغ منتخب روسيا للرجال ربع نهائي بطولة العالم لفرق تنس الطاولة والمقامة في موسكو بفوز على تشيكا بثلاثة انتصارات لواحد. انتصار الثلاثي الروسي أليكسي سيميرنوف وفيدرو كوزمين وكيريل إسكاشكوف على منتخب جمهورية التشيك جاء بفضل الخبرة الكبيرة للنجوم الروس المدعمين بجمهورهم وهو ما افتقده الضيوف. فكانت العروض الروسية لافتة في تلك المواجهات وهو ما أفرز وصول أصحاب الأرض إلى دور الثمانية، ما يضع منتخب روسيا أمام تحدي كبير في سعيه للوصول إلى منصة التتويج.